الحمد لله الرحيم الودود، تودد إلى عباده بصفات كماله وهو الغني الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة إلى جميع العبيد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الوعيد. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا ربكم فتقوى خير الزاد وأفضل ما قدمه العباد ليوم المعاد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أيها الناس، لقاء الله تعالى حتم لا مفر منه، وهو واقع بالجن والإنس لا محيل لهما، وذلك يوم الحشر للجزاء على أعمالهم. فملاقب ربه فائز قد طرت عينه بمحبوبه، فذاك لقاء الفوز والكرامة، وملاق خاسر فذاك لقاء خزي وندامة. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك ملاقيه. وقال عليه الصلاة والسلام: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. عباد الله، اليقين بلقاء الله تعالى ودوام استحضاره من أعظم ما يعين العبد على الوفاء بعهده مع ربه، والثبات على دينه، والصبر على طاعته، ورجاء حسن ثوابه، والخوف من أليم عقابه. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. وهو عدة العبد في مواجهة الشدائد والكرب وعواصف الفتن والنور. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله: كم من فئة قليلة طلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وحق لكل عبد عمل لقاء ربه واستعد لذلك اليوم، وحق لكل عبد عامل ربه واستعد لذلك اليوم أن يشتاق إلى لقياه جل ثناؤه. ما يلاقي العبد مولاه الذي آثر حبه على جميع محابه، وقدم مرضاته على كل غرائبه. عباد الله، الشوق إلى لقاء الله نسيم يهب على القلب، يروح عنه وهج الدنيا، ويخفف عنه آلامها. ومن أنس بالله واشتاق إلى لقائه فقد فاز بأعظم لذة يمكن للبشر الوصول إليها في هذه الدار. والشوق إلى لقاء الله حال يحدو العبد إلى التقرب إلى مولاه، بل هو ثمرة حسن العلاقة مع الله. فإنما يحب لقاء الله ويشتاق إليه من عمر قلبه بتوحيد الله ومحبته ورجائه وخوفه، وأكثر من ذكره، وعمل عملا صالحا خالصا لمولاه لا يرجو فيه أحدا سواه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشوق إلى لقاء الله ومحبته سبحانه، والشوق إلى الله ومحبة لقائه يا عباد الله، ثواب عظيم معجل لأهل ولاية الله، يواسيهم به ويذيقهم من حلاوة لقائه قبل الوفود عليه، ويستقبلهم به قبل قدومهم إليه. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن إذا حضره الموت بشر بكرامة الله ورضوانه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه.
وفي هذا الحديث بشارة عظيمة لأهل الإيمان وتهوين لكربات الموت.